واحد من أهم أساسيات تخصص الأشعة هي أننا نعرف how does X-ray tube works، لأننا as radiographers عندنا different modalities نستخدم فيها X-ray tube مثل radiography, fluoroscopy, mammography وCT. كل modalities X-ray tube عندنا the same basic function and the same basic components. So this video is about the main principles of X-ray production. البداية كلنا نعرف أن المادة تتكون من ذرات، and الذرات إلكترونات تدور حول النواة. So كلنا نحتاجه هو نحرر إلكترون من معدن تنجستن. طيب كيف نحرر إلكترون من التنجستن؟ الجواب بسيط. أولاً الكاثود فيلمنت راح ينتج لي إلكترونات عن طريق عملية تسمى ثيرميونيك إميشن، الانبعاث الحراري اللي بيتحول جزء منها إلى أشعة سينية. الثيرميونيك إميشن هي إطلاق أيونات إلكترونات in response to heat. So من المنطقي أنه يكون اسمها thermionic emission، يعني لما يمر تيار كهربائي بالفيلمنت التيار الكهربائي راح يسخن الفيلمنت، أوكي، لدرجة أن الإلكترونات راح تنفصل عن معدن التنجستن وتشكل سحابة إلكترونية حوال الفيلمنت. أوكي طلعنا الإلكترونات، طيب إيش فايدتها أو إيش راح يصير بعدين؟ الخطوة الثانية هي أن نسرع الإلكترونات ونعطيها هاي كاينتيك إنرجي، طاقة حركية عالية، وهذا راح يتم أن نطبق جهد كهربائي نسميه الـ KVB. الشيء الثاني اللي ضروري نعرفه أن الكاثود دايم معاه نيجاتيف تشارج. This makes sense لأن الكاثود هو مصدر الإلكترونات سالب الشحنة، والأنود معاه بوزيتيف تشارج لأن الأنود راح يجذب الإلكترونات سالب الشحنة من الكاثود. And the last step in X-ray production is decelerating the electrons. وعشان نتم الخطوة الأخيرة لازم يكون عندنا التنجستن تاربتس. هذه الإلكترونات اللي معها طاقة عالية راح تصدم في نواة التاربتس، في هذه العملية راح تطلع طاقتها كحرارة، والأهم من هذا أشعة سينية. 2% من الطاقة الحركية راح تتحول إلى X-ray، 98% راح تتحول طاقة حرارية. طيب الحرارة كيف راح نتعامل معها؟ زي ما شرحنا قبل شوي، الجزء الأول من الأنود يسمى التنجستن تارجت، والجزء الثاني من الأنود يسمى الكوبر بيس. كوبر بيس هو عبارة عن نحاس عنده القدرة أن يمتص الطاقة الحرارية من التنجستن. And that's it. Thank you for watching and see you in the next video.